الشرقية. يعني طبعا كلنا خلال الأيام القليلة الماضية تابعنا غرق المركب اللي على متنها حوالي 750 شخص، شباب وأطفال منهم كانوا مسافرين في هجرة غير شرعية متجهين لدولة إيطاليا من عن طريق الحدود، من عن طريق ليبيا. وطبعا اللي حصل غرق المركب في قبالة السواحل اليونانية، غرق في على المركب عدد كبير جدا من المصريين. طبعا كان في على المركب كذا جنسية، ولكن أكثريتهم كانوا من الجنسيات اللي هي حاملين الجنسية المصرية. معظمهم كانوا يحملوا الجنسية المصرية. احنا دلوقتي مع حضراتكم في قرية براشة التابعة لمركز مشتول السوق. معانا هنا عدد من اسر الضحايا اللي كانت على متن المركب اللي غرقت قبالة السواحل اليونانية. هنسمع ليه استغاثتهم، وهنسمع كمان لطلباتهم، وهنسمع برضو ليهم ازاي الشباب ولادهم سافروا على المركب دي. مع حضرتك احمد عشتي، قرية ابراش، مركب مشتول السوق. دلوقتي احنا صحينا الصبح من الاسبوع اللي فات على الفجعة اللي حصلت دي في المركب دي. كان يوم الثلاث، يوم الثلاث عرفنا ان هي بدأت في استغاثة من المركب، والسواحل اليونانية ما وافقتش على ان هي تنزل المركب. فضلوا طول اليوم لحد يوم الاربعاء ما عرفناش اي حاجة. والله حضرتك كان اخذ مصروفه اللي هو العادي 10 جنيه طلب من امه، 10 جنيه 18 سنه اخذ مصروفه 10 جنيه طلبها من امه. اخر مره شافتها امه بالليل، يوم من حوالي يجي 15 يوم، طلب 10 جنيه. بعد كده امه ما شفتوش. تاني يوم الصبح بندور عليه حوالي الساعة 6 الصبح ما لقيناهوش في البيت. قعدنا ندور ما عرفناش نوصله. لقينا تليفون جاي لنا، قال لي لابوه انا يابا دلوقتي داخل ليبيا وطمنه. فجينا بالوضع ده، قعدنا نلف وندور عشان نعرف نرجعه. قعدنا نجري وندور عليه عشان نعرف هو عدى من السلوم ولا لا عشان نجيبه. وصلنا لحد ظابط ان احنا هو في السلوم، وطلبنا منه ان هو يمسكوه يسجنوه ويجيبوه لنا ترحيل. احنا مش عايزينه يعدي مع الطريق ده، طلبنا كده ان احنا مش عايزينه يروح يرمي نفسه في الميه عامه. يعني ما قدرناش ما كانش قايل لحد نهائي. كل يوم في مشاكل، لان ما ظروف المعيشه كل يوم في مشاكل معاه، كل يوم مشاكل مع ابوه، كل يوم مشاكل. راح اشتغل في شركه اشتغل فيها ب 1800 جنيه في العاشر، بيجي ما عرفش يشتري تليفون لنفسه. تليفون الصبح بياخد لنفسه فطار ب 20 جنيه من 1800 جنيه، بيروح يتغدى ب 30 جنيه هناك في قلب مع اصحابه، كل واحد علبتين كشري ولا علبه كشري وشويه عيش جنب منها، بيجيبش حاجه من 1800 جنيه. لقى نفسه شغال زي مش شغال، كل يوم في مشاكل، قاعد من الشغل يروح شركه ثانيه وكذلك. جينا لما عرفنا ان هو مشي قعدنا نتواصل لحد ان احنا نعرف نجيبه، ما قدرناش. وصل ليبيا، دخل في حته اسمها المخازن، اتصل علينا واحد قال لنا كلمتين اتنين، قال لنا ادفع الفاتوره، وادانا رقم موبايل. رقم الفاتوره قالوا لنا كده، هم الكلمه بتاعتهم، قال لنا ادفع الفاتوره اللي المفروض شقيق حضرتك متفق معاهم عليها. كانت كام؟ كانت 140,000. تمام، ايه بقى اللي حصل؟ طيب يا جماعه احنا عايزينه، مش عايزين نرجعه. قال لك دي مش مشكلتنا. وقفل الوضع. ممكن بس تحاول تخلي ايدك الثانيه حوالين المايك عشان بس مش تكتم السلك. ماشي. طلبنا من المندوب اللي احنا كلمناه هنا عشان ياخد الفلوس، قلنا له احنا عايزين نرجعه. قال دي مش مشكلتي، هو اللي يتصرف في الموضوع ده. فدلوقتي طلبنا مره واثنين وثلاثه، يوم واثنين وثلاثه. فالوضع احنا عارفينه في اللي بيندفعلوش فلوس هناك، عارفين ايه اللي بيحصل له.
لان هناك يعتبر مافيا، محدش بيعرف ياخد حد من هناك. فاضطرنا اسفا خالي باع الاكل، اكل اللي في بيته، رز، غله، استلف فلوس، جاب كارد لحد ما جمع ال 140,000 واداهم لهم. هو التليفون ده انتوا استقبلتوه؟ استقبلناه بعد ما بعد وصوله تاني يوم. تاني يوم. تاني يوم بعد ما اختفائه من عندنا من البيت. تمام. حاولتوا ان انتوا تتصرفوا في اي مبلغ علشان نرجعه. الاول كان الكلام بتاعهم في 30,000 جنيه عشان يرجع لنا من هناك، بس هو راح ب 700 جنيه مواصلات. عايزين يرجعوا لنا ب 30,000 جنيه. تمام. طبعا برضو مش في مقدرتنا ان احنا ندفع ال 30,000 جنيه. لازم هنروح نشتلف ونجيب قروض. طب يا جماعه رجعوه لنا. قال لك لازم هو اللي يوافق هناك، مش احنا اللي هو اللي يطلب هناك مننا ان احنا نخرجه من المخازن. طب هو مش عايز يطلب، طب احنا مش عارفين نضغط عليه حتى، لان احنا ما فيش بينا وبين بعض تواصل بالتليفون. ايه كان بيقول لكم ايه يعني؟ ما بيتكلمناش بالموبايل يا استاذ. حضرتك من على تليفون. رساله صغيره، يابا ادفع الفلوس بس. طالبين ان هو يرجع. هو قال لكم ايه؟ ما بنعرفش نتواصل معاه، ما معهمش موبايلات. اه يعني انتوا بتستلموا منه؟ هو مش بنستلم منه عن طريق المندوب. عن طريق مندوب كمان؟ مندوب واحد من هنا، من بلد جنب مننا اسمها كفر ابو دقن. اسمه العمده، مشهور باسم العمده، ما نعرفش اي تفاصيل عنه. تمام. مشهور باسم العمده او احمد، او احمد الشرقاوي، دي شهرته، انما ما هوش اسمه كده. تمام. هو ساب كفر ابو دقن بقاله 3 سنين وقاعد في القاهره. تمام. وبيجي هنا يستلم الفلوس، يخرج على الزرقاء تقريبا او على سنهوه، ياخد عربيه ملاك وياخد بعضه، محدش بيختفي، محدش بيشوفه بعد كده تاني. هو واحد الست معاه. ده اللي حصل معانا، معرفش اللي حصل مع اي حد تاني بعد كده. فلما حصل اللي حصل وركبوا وقال يابا اخر مره احنا هنركب خلاص، وحصل اللي حصل، وصلوا هناك قعدوا يوم في قلب الميه. ده على حد علمنا من بدايه الموقف، وبعد كده عرفنا الحاجات دي مؤخرا شويه، ان المركب قعدت يوم الثلاث في قلب الميه طول الليل لحد الصبح بتبعت استغاثه ان احنا في ناس بتموت، في ناس معانا خمسه ميتين في قلب المركب، ومحدش طلق يعني محدش حتى تدخلهم في حاجه في اي مشكله. قالوا ان هم ودوا لهم اعانات اللي هي زي ميه او اي حاجه. طب انتوا بتدوهم اعانات ميه او اي حاجه، طب خليكم جنب منهم. لا، سابوهم 24 ساعة في قلب المية لحد ما جه الأمر من عندهم، من عند سواحل اليونان. راحت بمركب المفروض إن هم بدل ما يروحوا ينقذوهم راحوا قطروهم بحبل، وقطروهم بحبل وشدوهم بره السواحل اللي هي بتاعتهم الساحل عشان يشدوهم بره، فبيشدوهم فراحت جاية المركب اتقلبت، وقال لك اتقلبت المركب مرتين وبعد كده غطست. أعلنوا من اول ما قالوا ان احنا انتشلنا الناس من قلب الميه، اعلنوا رقم 104 ما زادش رقم واحد. يعني ايه؟ انا بقدره قادر كده خطفت 104 شخص من قلب الميه لحد 3 ايام بيدوروا في قلب الميه ما طلعوش واحد بس صاحي تاني. يعني ايه الرقم ده؟ انتوا كنتوا حافظينه؟ لو هم حافظينه ما كانوش هيقولوه كده، ما كانوش هيقولوا ان في 104 شخص حي وخلاص على كده وسكتنا. ده هم اطلقوها من اول ساعه، من اول ساعه بدأوا انه قالوا ان المركب غرقت هناك في السواحل اليونانيه، قالوا في 104 صحيين بس. طب انتوا بتدوروا بقالكم 3 ايام من بعد من ساعه الغرق المركب لحد النهارده، زي ما طلعتوش واحد بس زياده، ما خلوش الرقم 104 دي 105 ليه؟ تطورت الاحداث كل يوم، نسمع حاجه جديده كل يوم. محمد الشرقاوي مكرما ابو كنزي اتجه من اول يوم غرق المركب من ايطاليا، اخو ده ابن بلدكم ابن بلدنا، له كلنا له اخ وكلنا اخوات، كلنا اخوات واصحاب. البلد هنا طلع منها 33 شاب، 33 واحد، وكلنا كلهم ما يتخيروش عن بعض، وكلنا زعلنا عليهم، كلنا زعلنا عليهم زي بعض. يعني كلنا زعلانين عليهم كلهم، مش زعلانين على واحد بس فيهم. اللي حصل قطعت فرص التواصل تاني. حضرتك مفيش الكلام، مفيش اي تواصل لحد يوم الاربعاء لما سمعتوا اللي حصل. مفيش اي تواصل. اه احنا كل تواصلنا مع ابو كنز، احنا ما كناش نعرف اي حاجه عن اللي بيحصل ده. كل تواصلنا من اول يوم ابو كنز اخو مصطفى لما وصل هناك، في سواء في ليبيا في لبنان اليونان، اول ما وصل هناك بدانا نعرف ونكتشف الحقائق دي، بدأنا نعرف الكارثة اللي بتحصل، بدأنا نعرف إن كل سفارات الدول العالم كلها راحت هناك وبتناشد بتقول إيه اللي بيحصل ده، وإحنا سفارتنا ولا إعلامنا جاب أي حاجة لحد النهاردة، لحد النهاردة مفيش أي إعلام جاب أي حاجة ولا اتكلم عن أي حاجة. لحد النهاردة كل دول العالم بقت تتكلم، الدولة اللي هي مش من ملتنا
اشتشطوا غرب على غرق اهالينا، غرقنا وعملوا ثوره، واحنا لحد النهارده ما اتكلموش عننا. لحد وقتنا هذا وصل لك اي خبر عن اخوك؟ لا ولا انا عارف هو صاحي ولا انا ميت ولا انا عارف. انا عايز اشوفه صاحي عايز اشوفه. انا اسمي مصطفى، مصطفى محمود الشرقاوي. ليا بقى مصطفى كده التفاصيل طبعا، يعني ليك اخ شقيق هناك موجود في ايطاليا وتوجه لليونان لحظه معرفته بالغرق المركب. لما عرف هنا يعني اخوك تواصل معاك قال لك ايه؟ وحكي لنا برضو عن شقيقك. اخويا ما تواصلش معايا، اخويا تواصل مع البلد كلها. اخويا بيعمل بس اخويا بيعمل بث مباشر للبلد كلها عشان عايز يشوف اخوه اذا كان ميت. لو ميت انت عارف التفاصيل من البدايه واخوك على تواصل معاك علشان هو هناك. يعني لو تحكي لنا التفاصيل من البدايه، من اول ما وصلكم خبر غرق المركب يوم الاربعاء، يوم الخميس الصبح، يوم الاربعاء يوم الاربعاء كانوا بيقولوا المركب غرقت. يوم الخميس محمد اخويا كان حاجز من ايطاليا ورايح اليونان. اما راح اليونان هناك عرفنا ان هو طلعوا 104 وبعد كده مش عارفين اي حد عن اي حاجه، ولا عارف يتوه ولا عارف اخواته فين ولا عارف اي حاجه فين. له اخ وابن عمه وابن خاله، ثلاثه من بيت واحد. يعني هو رايح يشوف ثلاثه من بيت واحد، حتى ايا كان ده مش ثلاثه، ده 33 واحد من البلد. تمام بعد اذنك. طيب قول لنا اخوك لما تواصلت معاه قال لك قال لي ما يعرفش اي حاجه عن اخويا ولا حتى شاف جثه اخوه. لو اخوه ميت هنجيبه، لو اخوه عايش حتى هنخش له. حتى المستشفى ما رضيش يدخله اخويا المستشفى ان هو يشوف الناس اللي في المستشفى. واخويا جاي من ايطاليا رايح اليونان عشان يشوف الناس اللي في البلد كلها، مش قال لي اخ الواحد شوف اي حد من الناجين او الغرقه هناك في البلد. لا ما شافش اي ولا واحد، هو كل اللي هو شافه بيشوفه من بره من بره من بره. كم واحد من الناجين؟ ستة من الناجين بس، منهم واحد في المستشفى والخمسه التانيين في الكامبو اللي هم بيقولوا عليه الكامبو ده. لكن بقيه الشباب هنا من اهل البلد ما نعرفش عنهم اي حاجه. لا واحنا بنقول لو اخويا غرق ومات احنا ناخد جثته ندفنها في مصر في بلدنا. مش هندفن شوف اخويا يعني احنا بنقولش اكتر من كده. بس اسامه الشراوي اخو محمد واللي في اليونان وليه اخين في اليونان برضو. حضرتك اربعه واولاد خوالنا وبتاع. احنا بنطالب ان احنا دلوقتي مفيش حد من الناجين خالص لحد دلوقتي نهائي. نهائي حاضر حضرتك. احنا بنطالب ان احنا لنا اخوات في اليونان بيقفلوا عليهم ان هم يعرفوا اي حاجه. يعني حتى الناس اللي عايشه وموجوده بيقفلوا ولا عايزين يقابلوا الناس اللي عايشه من البلد هنا عشان يعرفوا الناس التانيه موجوده او لا. ولا حتى في المستشفى كل ما يخرجوا اي حد من المستشفى عشان يسالوهم عن الناس الناجيين اللي شافوهم اخر حاجه محدش راضي يديهم اي معلومه. اليونانيين مش راضيه تديهم اي معلومه. السوريين خدوا جثثهم، السوريين حضرتك السوريين خدوا جثثهم والقنصليه كل القنصليات موجوده هناك. اخواتنا متابعينهم لحظه بلحظه اللي كانوا في ايطاليا وتحولوا لليونان. في اكتر من اربع اشخاص لينا هناك من نفس عيلتنا حضرتك متواصلين معاهم خطوه بخطوه، ولا عارفين يقابلوا المصابين ولا عارفين يقابلوا اللي في القام بالحيين. في واحد في المستشفى حضرتك حتى ما دخلوش من ضمن ست، حتى ما شافوش، حتى راحوا امبارح المستشفى ده كله بس مباشر حضرتك. لو يعني هو عالم ان هو على قيد الحياه مش قادر يطمن عليه ولا حتى قادر يطمن على الجماعه اللي عنده. حضرتك المجموعه من هنا 33 واحد، في حوالي اربعه من البلد. احنا عايزين الجماعه اللي هناك يتقابلوا اي حد من البلد يشوف حد من اخواته هل هو شافه في اخر لحظات او في اخر حاجه. ان احنا حضرتك اخر حاجه سمعنا ان في كامب تاني في 100 واحد. احنا سمعنا والله اعلم في منشطات عماله تنزل على النت والكلام ده. حضرتك قالوا في كامب تاني في 100 واحد. حضرتك مش عايزين يجيبوا اي خبر عن الكامب اليونانيين خالص، وهم سبب ان هم ان انا على لسان اخويا ولسان واحد من قلب العباره من قبل العباره ان هم اللي قلبينهم، ان هم شدوهم بالحبل حضرتك وهم اللي قلبينهم وبيستغيثوا بقى لهم يومين. واحد من على قلب العباره واحد اسمه من العباره قايل له حضرتك قادر قايل لاخويا الكلام ده
واخويا عم مش قادرين يتواصلوا ولا قادرين يقابلوهم، يعني حتى اللي بيتواصل معاهم مش مصري هناك في الكامب، حضرتك كلهم بس مباشر على صفحه اخويا حضرتك وكلنا متابعينه حضرتك. احنا بس ان احنا بنسال ان اي حد من السفاره المصريه يقف جنب الجماعه اليونان في اليونان هناك يدخلوهم، بيقول لك في 80 جثه. ما هو حضرتك اخواتك مع اخواتنا، ما انا حد بعدها احنا حضرتك كل شويه في بس كل شويه معاه. لا 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 انا اقصد في حد تاني مثلا حضرتك على الجثث اللي هناك اذا كانوا مثلا عايشين او ميتين. مفيش حد حضرتك يعني انا حتى الكلام اللي هو زي كلهم نفسه، لكن مفيش اي حد يطمنكم برضو على الشباب. حضرتك حضرتك الجماعه الاخص من قريه ابراش، عشان في اول حاجه عادل ابو الدهب واحمد الامريكي شورته اول حاجه قبل اخويا قال لك اليونانيين هم السبب في غرقان المركب، عشان كده قفلوا حضرتك ان هم يقابلوا مين؟ يقابلوا اخواتي عشان ما يقولوش حاجه. حضرتك اللي انا حسيناه بكده، احنا حضرتك بنناشد اي حد في 80 جثه في الثلاجه، حضرتك اخواتي يبص عليهم يمكن احنا اخواتنا منهم ماتوا، انا عوض علينا ربنا. حضرتك احنا يعوض ربنا، ربنا جاب وربنا خد، بس احنا نطمن على اخواتنا اللي بيبقوا في قلب التلاجة في هل منهم موجودين او لا. اي حد من مصر حضرتك من السفارة يروح لاخواتي اللي هناك يقفوا معاهم زي السفارات التانية، مصورين الصحف ومصورين الكونسوليات ومسافرين الجثث السورية وهي طالعة، الجثث السورية اللاجئين في جميع العالم. احنا رخاص اللي احنا حسينا كده، احنا اولادنا غلطوا ان هم مشوا من ورانا، بس من اللي هم بيشوفوه هنا. حضرتك البلد دي بقى لها 25 سفر سنه بتسافر ايطاليا، حضرتك كل الشباب اللي طالع ده ربنا اللي يعلم باهاليهم. حضرتك شوف البيت ده وشوف البيت ده، حضرتك طلعوا زي ما هم طلعوا زي ما قال احمد، يعني قريه اكتر، يعني اكتر عدد شباب طالع من قريه ابراش هنا تبع مشكله. حضرتك الكره كلها طالعه، جمعوا بعض الشباب يا حضرتك صلى على النبي، الشباب كلهم في سن واحد حضرتك، دول شباب الشباب ما كونش نفسه لسه لحد الان، حضرتك ابهاتهم بتديهم المصروف. اما يشوفوا واحد معلش بعد يعني معلش مع كل واحد ربنا يرزقه، اما يشوفوا واحد عنده مثلا 25 سنه وراكب عربيه وعنده مثلا 5-6 فدادين ومتجوز وعامل فيلتين وعايل مش لاقي ياكل، حضرتك ما لازم بنحسر على نفسه. معلش ما شايف البلد كلها فيها فلل والكره اللي جنبنا، ومعلش في ناس عندها فدادين من زمان ومورثين بالفدادين بالعشرة 15 فدان وسافروا. حضرتك احنا المجموعه دي كلها، اسالي حضرتك في البلد واوريكي كل واحد بيته، مش كلام وخلاص، كل واحد بيته، واحد مسلف فلوس وجايب، وواحد جايب قروض، وواحد جايب جنيه بجنيه، وواحد والمصحف راهن بيته، راهن عقد بيته حضرتك عشان يدفع فلوس. ما احنا عيالنا بيعدوا السلك حضرتك بيتحط البندقية على دماغه. هم متفقين معاهم ان هم بعد ما يروحوا هناك قبل السلوم حضرتك، هو الاتفاق كله بعد ما يعدوا السلوم، كل ما عدوا السلوم وعدوا السلك بقوا في ليبيا كده الموت لعيالنا، بيبدا الموت لعيالنا، بيتحط البندقية على دماغهم او بيترموا في اوضه ويصوروا زي الكلاب، هتدفع ولا ابنك يموت؟ تموت حضرتك، تموت، ممكن تتقطع اجزاء وتتباع قطع غيار، وتتباع حضرتك قطع غيار، فاهماني؟ فحضرتك الشاب بيشوف واحد لابس راكب ملاكي لسه عنده 25 سنه، معلش الملاكي بحوالي 30 يعني حوالي مليون جنيه عندنا دهمشه وعندنا هنا وعندنا هنا، وعيل يا عيني مش لاقي اخر الشهر مثلا 2000 جنيه، حضرتك 2000 جنيه ما بيجيبوش سجاير، ما بيجيبوش اكل، يعمل ايه؟ بيحط ابوه في الامر الواقع وبيشيله الطين، بيمشي من هنا وشفت ما حدش يا حضرتك بصي ما حدش هنا يمكن نص الشباب دوت اهلهم ما يعرفش بقى 30 سنه في الموضوع ده وحضرتك بقى لنا 30 سنه في الموضوع ده، معلش كل ما واحد ينزل في البلد يتنك على شباب البلد معلش البلد خدهم بيجرهم معلش، ما انت راجل انا شايف ملاكي وكنت انت ظروفك ايه وانا ظروفي ايه، معلش اقصد ان هو بيستغل مثلا ظروف الشباب وكده ان هم مش لهم مصدر رزق فبياخدوا الطريق دي، ولا تقصد ايه؟ لا حضرتك ان الشاب معلش الشاب شايف شاب قدامه وظروف المعيشه معاه خرا، وبيشوف ان هو راجل في ايطاليا وبعد سنتين ثلاثه فهماني بيبقى مثلا معاه 2 3 مليون جنيه او مليون جنيه او الله يسهل للناس او اللي يعني الله يسهل لهم عشان برضه احنا من ايه
ما نحكمش في ظروف الناس، بس شايف كده هيعمل ايه؟ يقول لك هسافر البلد دي. مع حضرتك هي الشباب كده، يقول لك البلد دي ده فلان بقاله سنه وجاب. حضرتك الثاني العيل الشاب مش شايف مستقبل قدام حضرتك قدام عينيه، مش شايف. ايه 2000 جنيه؟ ايه 3000 جنيه؟ ايه 4000 جنيه في الشهر؟ ايه 5000 جنيه في الشهر؟ ما يعملوش اي حاجه حضرتك. واكبر راتب هنا ايه؟ ما فيش الا الصنايعي عندنا هنا في البلد، وصنايعي يدق طول النار بياخد 200 جنيه حضرتك. ومع يعني ده لو صنايعي حضرتك، ده لو صنايعي بياخد 200 جنيه حضرتك، 200 جنيه. انا راجل كخمس عيال متزوج ومعايا خمس عيال اسره، ما بتقضناش لحد الظهر. فحضرتك احنا بنطالب احنا عنا غلطه، احنا موافقين يا سياده الرئيس. يا مصر يا اللي بتنبونا حضرتك، احنا يا سياده الرئيس على عيننا وراسنا، واحنا عيالنا غلطت ومتاسفين، واحنا حضرتك بس احنا نطالب ان عيالنا دي يا جنة احياء يا جنة جثث. بالله عليك يا سياده الرئيس، بالله عليك، بالله عليك، احنا عيالنا غلطت، عيالنا غلطت وغفلوا ابهاتهم كلهم. احنا بقالنا 3 ايام حضرتك ما بننامش، 3 ايام ما بننامش، والاسر زي ما انت شايفاها حضرتك. احنا بنطالب حد من السفاره المصريه اللبنانيه هناك تقف مع الجماعه اللي موجودين، محمد محمود الشرقاوي ومحمد ابراهيم الشرقاوي، دول اخين ليا مقيمين في ايطاليا، وهم حاليا في اليونان بقالهم يومين في الشارع، في الشارع. حضرتك ده بصي ربنا الله يكون في عونهم، اخواتي هناك سايبين كل الدنيا كلها وهناك. احنا بنطالب حد يقف معاهم. خد يا عم ناصر، قول لنا ابن حضرتك. انا اسمي نصر عيد ابراهيم عطيه سلطان، ابني اسمه يوسف نصر عيد ابراهيم عطيه سلطان، عنده 20 سنه. لا ما اعرفش اي حاجه عن السفر، وبعدين السفر ده بقاله 30 سنه على نفس الموال، نصحى وننام والنوم اكننا حيين ميتين، احنا حيين ميتين مش عايشين، احنا ولا اكننا في بلد. انا سافرت السعوديه واتغربت ورحت وجيت، ما بقالنا 30 سنه في الموال الاسود دي، مش عارفين نقطع لا له هي ولا دي، وعايشين في بلد، عايشين في بلد، عايشين ميتين، عايشين في بلد ميتين، ملناش اي قيمه. ايه لا مؤاخذه عاملين زي الغنم، ما غنده شويه غنم بسرحهم بسيبهم وبجيبهم اخر النهار، ملناش اي قيمه في بلد، ملناش اي لازمه. ايه لازمتنا في البلد؟ ما يكون ابني صباح النهارده في معايا في حضني، اصبح تاني يوم الصبح يقول لي ده مات وخد بعضه ومشي، ازاي عدى حدود؟ ما اعرفش عن ابني اي حاجه من ساعه ما، ولا اي حاجه. كل اللي سمعته صوت ابني قال لي يابا من ايطاليا، من صوت ليبي 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 ليبي. قال لي اتبع الفلوس. طب انا اجيب فلوس منين؟ انا مش لا اكل ولا لا اشرب، ومعايا انا من راجل متزوج عندي 54 سنه، ابقى اصرف على بيته، ومعايا عيل في ثانويه عامه وبيت مفتوح واكل وشرب ودروس، وطب الحق على ايه ولا ايه ولا ايه ولا إيه؟ اطلع اسرق، اطلع دبح في الناس، ما الناس اللي انا شايفه الناس شايفاه. هو ده ابني الكبير عنده 20 سنه. عندي معايا بنت وولد في سنه، بنت في ثانويه عامه وولد داخل الاعداد السنه دي. طب اجيب منين؟ اسرق؟ هو راجل عنده 20 سنه وبصرف عليه، ابقى اجيب منين؟ انا داخل ده بالارزاق، دخلي محدود، خد بعضه مش من ورا مني، هو وابن عمي وابن واولاد عم اتنين، هو اولاد عم اتنين نفس الطريقه. ليه ابن عمي برضو اخويا انا ابن عمي شغال كان شغال في العاشر، شغال ب 4000 جنيه. قبل ما يمشي قال لك حاجه؟ ما يعرفش اي حاجه، انا فوجئت ان هو خد بعضه ومشي. طب اخر الكلام كان بينك وبينه ايه؟ ولا سمعت صوته من ساعه ما مشي، كل اللي سمعت ولا اعرف اي حاجه، ولا يعرف اي حاجه. ما سالت كل اللي سمعته، اتصلت قال لي يابا انا في ليبيا، اطلع لي فلوس. طب اجيب لك فلوس منين يا ابني؟ انا راجل بالارزاق، طب اجيب منين؟ اسرق؟ قاتل؟ امشي ادبح في الناس؟ احنا عايشين في بلد ملناش اي لازمه ولا لينا اي قيمه، ولا حد بيسال عن الغلابه. هبقى نجيب منين؟ نسرق؟ انا عملت قروض وجبت الجنيه بجنيه، وكان عندي حته عربيه باكل عليها بعتها. ايه عمي نفس الطريقه، راجل فلاح، ابن عمي برضه مش لاقي ياكل، كاب قروض مش لاقيين. هبقى نروح لمين؟ طب نروح لمين احنا؟ احنا في بلد ما عايشين ملناش اي لازمه، ملناش اي لازمه. فين الناس؟ فين الرئيس؟
فين البلد؟ واحنا غنم مالناش لازمه في البلد ديت؟ ازاي ده احنا ناس بالارزاق يعني، رزقنا بيبعتوا لنا ربنا يوم بيوم. طب هنجيب منين؟ اجيب منين 140,000؟ اجيب منين؟ اطلع ادبح في الناس اسرق؟ ما انا هسرق هنسجن. طب وعيالي اتشردوا وبيتي خرب، طب اجيب منين؟ انا جبت جرود وجبت عشان ابني مش من ورا مني. طب ما الهجره الشرعيه دي بقى لها 30 سنه، طب ازاي عدوا حدود؟ وام ابني وصل ليبيا هناك يا تدفع يا موته. طب اجيب منين؟ غصب عني عملت زي الناس ما بتعمل. طب اجيب منين؟ وانا زي يعني انا راجل بالارزاق رزقي محدود، اجيب منين؟ مش اول سنه بالطريقه ديت، ده بقى لها 30 سنه الهجره دي. انت فين يا رسم والدي؟ فين رجالتك؟ فين ناسك؟ شطوش على الغلابه؟ الغلابه يروحوا فين؟ ده احنا مالناش الا ربنا بنقول يا رب. ده احنا عندنا ناس بتموت، امهات بتموت. طب هنجيب منين؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ فين الناس؟ فين الناس اللي بتقول الله؟ يا ناس ارحمونا، ده ربنا اللي بيرحم. هنجيب منين؟ ايوه انا اخويا شايف. لا هو كنت قاعد انا وهو بالليل عادي في البيت، مفيش عادي قاعدين عادي. بعدين انا قلت له انا هروح انا بقى عشان عندي شغل الصبح، وقال لي وهو قال لي انا هخش انام. فانا هو انا روحت وهو دخل، صحيت الصبح لقيتهم بيقول لي اخوك في ليبيا. ازاي يا جدعان انا سايبه في البيت بالليل؟ قالوا لا في ليبيا. وبدا بقى الليبي اللي هو خدهم ده. لقينا بقى الليبي بعدها بيومين بيرن علينا ادفعوا الفلوس. طب احنا معناش فلوس يا عم محمد؟ قال لك لا لازم انا هتدفعوا، وحضرتك هو بيهدده وعلى دماغه السلاح، فانت غصب يا رب. المهم يا تدفعي يا اما ضناك هيضيع منك، فبتضطر ان انت تدفعي. فاحنا عندنا ناس في البلد، وانا واحد من ضمن، ما هو انا اقول لك اهوت، وانا من ضمن واحد الناس اللي البلد اللي بيوتنا خربت. انا متجوز بقالي 9 شهور، بعت 3/4 عزالي، عريس لسه جاي العيل في الطريقه اهوت، بعت 3/4 عزالي، وناس كتير بقى بيوتها اتخربت قروض ومتسلفه، والظروف هنا طين. يعني الشاب اللي بيعمل كده بيعمل بسبب الظروف. يعني انا شاب زيه وزيه وحاسس بيه وحاسس باللي هو فيه، فهو بيعمل كده علشان خلاص غلب من العيشه. هو اما يعمل كده احسن اما يطلع يقتل حد عشان خاطر ياخد منه فلوسه، ولا ياخد منه تليفونه، ولا يطلع يسرق حد، ولا يهدد حد بالقتل. فالناس اللي هي بتقول احنا اللي رامين ولادنا، مش احنا اللي رامينهم والله، هم بسبب الظروف اللي هم شايفينها بالظبط كده بالظبط. فحرام علينا. فاحنا بنناشد القنصليه المصريه، عايزين نشوف اخواتنا، كل اخواتنا اللي هناك، يا نشوفهم صحيين يا ميتين ويجيبوه لنا. دي مفيش حد والله، مفيش حد. واليونان هم كفره، احنا كلنا مخلوقين من دين. اكيد طبعا كان بيشتكي لي من العيشه. احنا حضرتك احنا بيتنا هدينا بيتنا بقى لنا 4 سنين، الحكومه موقفانا مش عارفين نبنيه. ابويا قاعد بالايجار وانا قاعد بالايجار، وهو داخل على مرحله برضه معلش ان هو عايز يتجوز وعايز يعيش حياه كريمه. وانا عن نفسي انا سبت المدرسه عشان خاطر اشتغل واساعد ابويا في المعيشه، وهو كذلك الامر. ولسه عندنا اخين كمان ده اصغر مننا مش عايزين. هو لما عمل كده ما كانش عايز يوريهم اللي احنا شفناه والعيشه اللي احنا شايفينها والقحط اللي احنا عايشينه. والله حرام، ناس عايشه وناس بايشه زي ما المثل بيقول. فحسوا بينا يحس بكم ربنا، حرام والله. عايزين نشوف اخواتنا، كل اللي احنا طالبينه، مش عايزين اكتر ولا اقل، ولا بنقول حقنا فلوسنا ولا بتاعنا. عايزين حقنا نشوف اخواتنا اللي احنا مش عارفين عنهم اي حاجه، دول اذا كانوا عايشين ولا ميتين. ليه يعني ليه؟ هو احنا مالناش ظهر مثلا؟ ده احنا مصر بيتهزلها اطخن شنبات. ليه يعني ليه؟ ولا احنا عشان احنا مالناش ظهر وناس غلابه ومتوسطين الحال؟ ما هي تتفهم كده. لو في شاب ابوه واصل مع الناس ديت كان زمان الدنيا خربت. ما احنا بقى لنا 4 ايام اهوت ولا 3 ايام في الموال دوت، مش عارفين حتى نعرف، متعلقين في قشايه. يعني لسه من شويه الصوت اللي هي اعلنت عن 43 واحد من
وحضرتك السلطات اليونانية هي اللي شدهم ووقعاهم. ليه؟ سيبهم هيطمنوكم يعني واحدة واحدة، سواء اللي كان منهم غرقة او مثلا منهم الناجين هتطمنوا عليهم بإذن الله، ومن خلال بيانات بتصدر كل شوية. وبرضه انا بطالب بحقنا من اليونان. هو ليه قلبهم؟ عملوا له ايه؟ هو انت حضرتك كانت في ناس معاهم في العبارة قالت الكلام دوت، ناس قالت الكلام دوت بعدم لسانها، مكلمينهم فيديو صوت وصورة سوري قال ربطونا شد، كانوا عايزين يخرجونا بره ميتهم، يقولوا لنا ايه الانقاذ الايطالي مستنيكم ايه على في المياه الدولية. شدونا اول شدة الجرافة جت يمين في شمال، راح شددهم جامد على اليمين راح قلبهم. طب ليه يعني؟ ليه مش ارواح ناس ديت وكلها شباب زي الورد 18 و20 سنة و25 سنة، واللي ماشي سايب كده قطاقيط صغيرة تصعب على الكافر والمصحف؟ ليه يعني؟ حرام ولا مش حرام؟ طب احنا عملنا لكم ايه عشان تعملون فينا كده؟ كل شوية تنزل بيانات من السلطات فيها برضو يعني ضربانة بإذن الله، انتوا تطمنوا على يعني قريبهم بإذن الله، ان كانوا عايشين بإذن الله ربنا يرجعهم بالسلامة، وان كانوا هم غرقوا تطمنوا عليهم، حتى لو مثلا انتوا نفسكم انتوا حتى لو هم مثلا غرقوا الجثث بتاعتهم حتى تستلموها. عشان حضرتك اليونانيين مش عايزين يعرفونا هم عايشين ولا ماتين، يسيبوا اخواتنا اللي هناك الاربعه اللي اخواتنا اللي هناك يخشوا هم يطمنوا بنفسهم. ان شاء الله الاجراءات ديت تقدر تخلص واحده واحده ان شاء الله، تقدروا تعرفوا اي مثلا. دايما احنا كده مظلومين في كل حته، المصريين مظلومين في كل حته، ما في ايه؟ طيب يعني حرام. ان شاء الله تطمنوا عليهم باذن الله. يا رب طمنا عليهم وسمعنا عنهم خبر حلو. من يعني معظمهم مصريين عليهم، من الناس من المحافظة الشرقية، شباب كانت بتسعى علشان مصدر الـ علشان مصدر رزق حلال يقدروا يعيشوا منه. ان شاء الله يعني زي ما قلت لحضراتكم ان قرية براشة تابعة لمركز مشهور السوق فيها 33 شاب مسافرين كلهم في العشرينات. ان شاء الله يعني نطمن قريب من السلطات عليهم باذن الله، اذا كانوا عايشين او اذا كانوا بيقدروا يستلموا اسرهم ونفسهم باذن الله. والسلام عليكم.